أرحبوا كساد يا اليوم بطريقة جديدة عليكم. هذا زيت زيتون، ترى طريقة سهلة وحلوة من نفس الوقت. حطيت بهارات اللي تبغونها، حطيت كركم بهارات مشكلة، أضفت صدور دجاج طازج، والحين أضيف خضار مقطع قطعتين مربعات، طماط وبصل، فلفل بارد وفلفل حار فقط. حطيت موية، شوفوا موية تقريبا فنجان، سكرت عليها بالكاتم الكهربائي 20 دقيقة. الخطوة الثانية على الصاج زيت زيتون وفلفل ملون أخضر وأحمر اللي هو الفلفل البارد، وقلبه على نار هادية مرة، ما أبغى يستوي مرة. شوفوا الدجاج الآن بعد 20 دقيقة بالكاتم الكهربائي استوى كامل. أطلع الدجاج فقط وأخلي باقي المكونات ذي الحالة اللي هي الخضار والماء. شوف كمية الماء اللي طلعت وافر مرة. أقطع الدجاج قطع صغيرة حسب القطع اللي تبغونه أنت. شوفوا الدجاج قطعنا قطع صغيرة، طبعا أضفته على الصاج، بإمكانكم طبعا تذوقون الملح تضيفون ملح زيادة. حطيت معه شوية مرقة من الدجاج، مرقة الدجاج وخضار، وبقلبه إن شاء الله حتى يستوي. هذا باقي الخضار والماء بحطه بالخلاط مع نشا ذرة وبهارات وشوي ملح، أبى أخليه يكون صوص ثقيل ومعه جبن شوي شيدر. الحين خلاص بدينا، كل شيء جاهز، نرتب الكسادية. هذا شوف الصوص اللي سويناه بعد الطحن اللي هو من مرقة الدجاج ونشا ذرة وبهارات حسب الرغبة. أضفنا الصوص وحط كمية دجاج حسب الرغبة وحسب الكمية اللي تبغون. عليكم طاح الجوال تو. أضيف جبن موزريلا وجبن شيدر، أنا سكره وحط على نفس الصاج اللي هو طبخنا فيه الدجاج قبل، على نفس الصاج نحطه، شرط الصاج ما تنظفونه يصير في طعم. شوفوا قلبناه بس طلع بالشكل ذا. شوف هذا الصوص اللي احنا سويناه، صراحة تجربة ممتازة وسهلة، كل نقدر زينه، لا أحد تحجج يقول ما أقدر زينه، سهلة مرة.